مسيف قسما بالله هذا الفيديو اذا بنحط خاص تمام او بينمسح ما عاد احكي معك، انت بطريق وانا بطريق. هلا صار فين كان فينا نبلش الفيديو. اخر فيديو مسيف نزلته على قناته، الله بيعرف شو الظروف يا جماعه، برجع بقول لكم شيء خاص جدا، والله بيعلم شو صاير معه، والله بيعلم شو بحاله البنت حاليا لحد الان تمام. فطلعت انا متنمره كبنت، يمكن مو قادره تحكي، يمكن هذا الشيء يمكن مو قادره ترد تمام. برجع بقول انا جبار اسكت معلش، بس انا اخي صارت سلسله، صارت سلسله وصار بطريقه يوم اللي يطلعوا يحكوا عنا بطريقه على اساس شو وجهه نظر كشف حقيقه. انت بتعرف بالفيديو تمام يوم اللي عم بتنزله او عم تحكي عنه في عالم، خلينا نقول 40 50 شخص عم تيجي بتغلط على البنت، عم بتسبها وتسب شرفها وتسب اختها وتسب امها، بتعرف انه هالشيء ولا ما بتعرف؟ طيب شوف حبيبي، امك اختك عيلتك الله يستر عليهم، هن بالبيت الله يستر عليهم يا رب. قبل هذا الفيديو، قبل ما ينزل هذا الفيديو تمام ولا كلمه، راح اكون انسان محترم. قبل ما ينزل هذا الفيديو الله يسامحكم، بعد هذا الفيديو تمام اي حدا بيحكي بطريقه تنمر اختك امك شرفك عرضك راح امسح فيهم الاراضي، كما تدين تدان، كما تدين تدان تمام. مشان تعرف كيف تطلع تحكي في الطريقه المقرفه وعالم يغلطوا عليها، انا راح اطلع بفيديو واسمي شرفك. انا يمكن هالطريقه بعمري ما طلعت فيها على اليوتيوب تمام، ولا اي طريقه، ولا غلطت على حدا، ولا تنمرت على حدا، ولا جبت سيره حدا. انا قناتي تقريبا راح تفوت 4 مليون، اشتغلت بالطريق يعني اوكي سويت اشي كوميدي، يمكن قدرت ازرع الابتسامه على وجوه العالم. هذا الطريق اللي انا طلعت فيه قناتي، ما حدا طلع من وراء النفاق والكذب تمام. لهون بكفي، ما بسمح لاي شخص يغلط على مسيف على نانو وعلي. انا وقت حقي، وقت حقي تمام، اوسخ امه الله، خليني يوم اشوفك بالشارع صور ستوري واذكرك بالخير واقول شفت فلان اليوم ونزل على ستوري، غير اني اشوفك وراسك تحت اجري ومسح في كرامتك الارض. عيب تمام. وقفوا التنمر، وقفوا الفتنه، وقفوا تعلقوا العالم بين بعضها وعالم تسب عالم. الطريقه الوسخه لجلب المشاهدات والطريقه الحقيره لتعلو قنواتكم وقفوها، عيب. اشتغل بمجهودك، يكون عندك 100,000 طالع بمحبه العالم ولا يكون عندك 10 مليون قاعد بتحرض دول على بعضهم او بتسبسب عالم على بعضهم. والنفاق مبين من اوله. خليني احكي لكم شوي عن نفاق العالم يا جماعه. لاعب الببجي بالفيسبوك تمام بيفتح لانه بيحبوا تابعينه، هو عن جد كثير بحبكم. اوه 100 ستار، 1000 ستار، 20,000 ستار، 50,000 ستار، مليون ستار، انضرب، ايه لا ايه بحبكم، بحبكم، بحب ستارات اكثر منكم. بالشهر بياخذ 10 ل 15,000 دولار من ادارة الفيسبوك، ستارات من 10 ل 20,000 دولار، يعني 25 ل 30,000 دولار بالشهر. واذا بتقولوا له لاي يوتيوبرز عم يبث على الفيسبوك، بس اكتبوا له بالتعليقات بدنا اياك تبث على اليوتيوب، بث على اليوتيوب، بث على اليوتيوب، بث على اليوتيوب تمام. اذا بتحبوا متابعينك روح بث على اليوتيوب. يلا مو انت حضرتك فاتح مشان متابعين، فاتح لانه عالم بتحبك، فاتح لانه عم بتسوي له الرومات، هذا الحكي كذب مو صح، قاعدين تكذبوه. طيب افتح باليوتيوب، عندك يمكن خلينا نقول 100,000، خلينا نقول 100,000 يلا، عندك 100,000 بالفيس، بس عندك كذا مليون باليوتيوب، عندك مليونين 3 4 5 على الفيسبوك، عندك باليوتيوب اكثر. واذا بتفتح بالسوس مباشره على اليوتيوب مشاهدات اكثر. تفضل فرجي العالم انك بتحبها، وانت مو بعيونك المصاري ولا الدولارات ولا الستارات، روح بس على اليوتيوب. ما راح تبس على اليوتيوب، 60 عمر المتابعين صح؟ لان اليوتيوب لا بيعطيك شيء بشهري ولا في ستارات باليوتيوب صح؟ حاج كذب، حاج نفاق. اطلعوا روحوا استلموا عالم ثانيين، عالم يمكن ما خرج ترد عليكم، ولا يمكن بتقول خيو ما بدنا نرد عليه تمام. بس انا برجع بقول لك راح امسح في كرامتك الارض. عيفوا البنت بحالها تمام، البنت مشيت تركت، عيفوها بحالها، سواء رجعت ما رجعت، تركت اليوتيوب ما تركته، بنت حره في قناتها، ما اذت حدا، ما تنمرت حدا، ما غلطت حدا، ما سبت حدا، ما جابت سيره حدا. ليش كل هالحقد عليها؟
ومو حقد، هو بالاخر يمكن لمت مشاهدات، يعني بالاخر يمكن بتوقع انه هي لمت مشاهدات او انه ترفعوا قناتكم. تمام روحي، بدك ترفع قناتك اطلع جيب سيرتي او سيرتي بسيط، بمسح شوي الكرامة اهلك شوي بالاراضي. مبروك عليكم المشتركين. اليوتيوب، هذا اليوتيوب ما فيه رقابه، هذا يمكن طب اي مهنه بتفوتها فيها رقابه، اليوتيوب ما فيها رقابه، ضميرك هو الرقابه. تمام، فاطلع باحترام، اطلع بطريقه حلوه. كثير بشوف من اليوتيوبر على البثوث المباشره ما شاء الله عليهم بينتقدوا فلان، فلان ما له اصل، فلان بيقدم له محتوى، فلان شو محتوى ببجي محترف ببجي. انا ما كي دي 5 رفيقي، كي دي 7 رفيقي، ثاني كي دي 9 كل العالم صارت تحكي راب ببجي، فمو محتوى. لا بالبدايه اوكي بتقول محتوى وفورة وكذا، اوكي نبلعها تمام محتوى. حابب تقدم بابجي وفعلا تكون قدوة للعالم، أترو. أنا أترو ما بعرفه شخصيا ولا لي تواصل معه، بس بعتبره هذا الزلمة بطريقة حكيه بطريقة تعامله مع الناس هذا لازم يكون قدوة. ما غلط حدا، ما شتم حدا، ما سب حدا، بحب الخير للكل، هذا لازم يكون قدوتكم. يلا يا جماعة الخير، بشوف هدول العالم اللي بيسين على الفيسبوك، إيه لو بدنا نبس على اليوتيوب ما بدنا على الفيسبوك. وإذا واحد بيناتهم بترك الفيس على الخالص، مو يترك الفيس يوم يومين اسبوع يروح على اليوتيوب، اذا بترك الفيس على الخالص تمام وبيروح على اليوتيوب وانا بحب متابعين رايح على اليوتيوب، امانه في رقبتكم الكل يبزق علي في التعليقات، يضلوا طول ما هو موجود في اليوتيوب يبزق، لانه بعرف هذا الشيء ما راح يصير، هذا الشيء ما راح يصير. تمام، حاش تنمر تمام، وحاش كل يوم تطلع لك فكره جديده. انا كشفت حقيقه ام سيف، وانا بعرف ام سيف شو، وتطلع بطريقه جدا حقيره تمام، وتحكوا عن المخلوقه لتقعدوا تجمعوا مشتركين، وهذا ما في عالم كثير يوتيوبر حكى بطريقه حلوه، بطريقه عن جد انه فهمانه عن جد. يوم شفت لها الفيديوهات ربي يسعدكم، حكيتوا بطريقه حلوه، حكيتوا بطريقه فهمانه، والله على راسي، والله انكم اولاد اصل لك عمي، انتوا اولاد اصل لك عمي. فحاج عدو عالين جيفارا طول هالسنين 6-7 سنين صلوا باليوتيوب، بعمره ما طلعت نمر حدا وما غلط حدا، راح تخلوني اني انزع لهذا الوجه فرجيكم الوجه الثاني. ما راح اغلط هلا وما راح اجيب اسماء اغلط، لانه انا يعتبر ما راح شمت العالم فيني كاولاد بلدي، وما راح انا مع اليوتيوبر اللي هو مش سوري تمام، لعلق العالم هذا يجي يسب سوريا وسوريا تسبه، فانا ما راح اسوي هالطاري. بس بعد هذا الفيديو اي تنمر مسحت بشرفك الارض، لانه لو عندك شرف بالاساس ما بتطلع بتتنمر على حدا باليوتيوب. ربي يسعدكم يا جماعه، اتمنوا الخير، وبعمركم لا تغلطوا على اي حدا من اليوتيوبر تمام، لا تغلطوا على حدا، بس يوم تشوفون على بس الفيسبوك اللي روح بس على اليوتيوب اذا بتحب متابعينا، بس هالكلمه، روح بس على اليوتيوب اذا بتحب متابعينا، روح بس على اليوتيوب اذا بتحب متابعينا. لو بكون انتهى الفيديو، وبعتذر منكم عن اذا انا غلطت او طلع مني الفاظ يمكن لاول مره بتسمعوها، انا كثير بعتذر منكم، بس العالم هدول وسخات بدهم عالم تمسح فيهم اراضي، ومجالهم مو اليوتيوب على فكره، هدول موجه يعني. شوفوا هذا الفيديو رح نزل اذكركم فيه يوم، هدول بتعدي بعد كم شهر، خلينا نقول سنه، هالعالم ما له وجود واسمه انتهى بالاساس، لانه طلعت على النفاق ورح تنزل بالنفاق. السلام عليكم.